يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه بيبداوا معنا حلقه جديده من السادسه. تحياتي ليكم في بدايه الحلقه ومبروك مش بس 3 نقاط على حساب الاتحاد السكندري، لكن كمان مبروك الاداء الحقيقه والشكل اللي ظهر بيه فرقه النادي الاهلي. وانا ما بحبش كلمه الشباب، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، لانه الحقيقه بنتكلم على لعيبه طالعه ومتربيه وتم اعدادها وصقل مواهبها وامكانياتها وقدراتها في النادي الاهلي، فالطبيعي ان هم يظهروا بالمستوى ده. لكن حابب اتكلم في حاجتين في الاول. يعني واحد، تحيه لجمهور النادي الاهلي. ايه الروح دي وايه الاصرار ده وايه المسانده دي؟ تحس انه الفريق بيلعب مباراه نهائي بطوله. امبارح الجمهور اللي كان موجود في ملعب برج العرب حاجه ولا اروع. هو ده اللي احنا مستنينه من كل جماهير النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، ومع جمهور زي ده ابدا 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 الاهلي مش ممكن يتكسر او يقع. النقطه الثانيه، وده الكلام في الكوره شويه، لانه الحقيقه طبعا الناس مبسوطه جدا، وانا مبسوط طبعا، يعني مش زعلان، انا مبسوط اكيد طبعا بالعرض اللي قدمه فريق النادي الاهلي امبارح. الكل اجاد الحقيقه، وسواء كنا بنتكلم على فريق او اسماء تم تصعيدها او فريق الناس موجوده مع الفريق من بدايه الموسم، كلهم الحقيقه قدموا جيم كويس جدا ومحترم جدا. شكل واداء وروح ورغبه واراده ومهاره وشغل فردي وشغل جماعي، وقول زي ما انت عايز تقول. لكن اللي انا حابب جدا اقف معاه النهارده هي فكره التدوير، فكره الروتيشن اللي بتسمعوها كده في كقاعده اساسيه في كل الاستديوهات التحليليه وبرامج المرتبطه بالكوره. يعني ماذا لو كان الـ وطبعا ده قرار يمكن الاهلي اتدخل فيه في النهايه نتيجه تبعات لحاجات كتيره جدا، منها سوء تنظيم، منها مشاكل تحكيم، منها 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 حاله ارهاق وارهاق واجهاد شديده جدا تعرض ليها فريق النادي الاهلي في الفتره الاخيره، فكان قرار مجلس الاداره. لكن انا بتكلم هنا على سلطه الجهاز الفني، على رؤيه الجهاز الفني. ماذا لو كان القرار ده من جهاز فني، صدر من جهاز فني قبل كده بشكل تدريجي، واللعيبه اللي دخلت مره واحده كده في وسط الموسم كانت خدت خبرات وخدت اجزاء من ماتشات على مدار الموسم كله. ده كان الحقيقه الاستفاده هتكون اكبر بكتير جدا من اللي احنا فيه النهارده، حتى لو كنا فرحانين بنتيجه كبيره ومباراه كويسه واداء جيد جدا من فرقتنا. فكره الاستمراريه والثبات المستوى والاستمراريه فيه، دي واحده من اهم مبادئ ومناهج عمل الفرق الكبرى، الفرق اللي زي النادي الاهلي اللي بتلعب في كل موسم 4 5 6 بطولات، بتسافر جوه مصر وبره مصر، وبتسافر وبتركب طياره وبتروح وبتيجي ومطارات وفنادق ومعسكرات، وتتكلم على حجم مجهود بدني مش ممكن مهما كانت قدرات لعبتك انك تعتمد بس على 15 او 16 اسم، مهما كانت عظمه القدرات دي والامكانيات دي. وبالتالي اعتقد ان واحده من اهم الدروس المستفاده، انجاز التعبير يعني، ان كان ليا ان انا اقول كده، ماتش امبارح هي فكره التدوير في فريق يسعى دايما لحصد كل الالقاب وكل البطولات اللي هو بياخدها. هندخل في تفاصيل كتيره جدا قبل مباراه المصري ان شاء الله، ونتمنى ان كيرف الاداء يبدا فيه تصاعد، فرصه كمان للمستر ريكاردو سواريش ان هو يتعرف على امكانيات لعيبه الاهلي بشكل كامل قبل ما نوصل للمرحله الاخيره ونهايه الموسم. خلينا